السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية، جدد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون التذكير بمقاربة الجزائر حول ضرورة السعي إلى إقامة نظام اقتصادي دولي يضمن التكافؤ والمساواة خلال مشاركته في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر مستمرة في دعم جهود الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ القائمة على الإنصاف والتكافؤ بين الدول. أولا، يتفضل فخامة الرئيس سيد عبد المجيد تبون بإلقاء الكلمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، السادة القادة الدول المشاركة، أقول للسيد الرئيس، الصين الشعبية صديقة وراعي هذا الاجتماع، أن أود في بدايتي أن أهنئكم وبلدكم الصديق يتولى رئاسة مجموعة البريكس، مشيدا بانتقائكم الموفق لمواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، جلسة التي نعتبرها هامة وهامة جدا في هذا الظرف. إن التوتر والتأزم الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم يستوقفنا جميعا، ليس فقط بالنظر لحجم الحوكمة العالمية، بل تحديات الأوضاع الراهنة التي تواجه الجهود الرامية لإحلال السلم وإنهاء النزاعات والدفع بالتنمية المستدامة، وإنما أيضا لما تولد عنها من مخاطر الاستقطاب وما يعكسه من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية ورسم معالم النظام الدولي الجديد. ولا شك أن ما عايشناه من تجارب سابقة يثبت أن انعدام التوازن على الساحة الدولية واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية يشكلون مصدرا مؤكدا لعدم الاستقرار وغياب التكافؤ في التنمية. وليس من قبيل الصدفة أن تعيد مثل هذه التجاذبات إلى الأذهان وإلى الواجهة الطرح الذي تقدمت به الجزائر منذ ما يقرب من 50 عاما حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول. كما ثمن السيد رئيس الجمهورية المجهودات الرامية إلى بعث الاستقرار والأمن بين مختلف الدول. فالأكيد اليوم أن تخلف النمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية ليس مسألة داخلية فحسب، وإنما يستمد جذوره من الاختلال الفاضح في بنية العلاقات الاقتصادية الدولية والهيمنة القائمة لفائدة مجموعة من الدول. سيدي الرئيس، سيدات والسادة الكرام، إن كسر هذه الحلقة المفرغة لن يتم إلا عبر الاعتماد على روح ومبادئ وأهداف القرارات الهامة التي تبنتها المجموعة الدولية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا رأسها القرار رقم 3201 والمتضمن الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد
يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة، وكاد على المصالح المشتركة والمتكاملة والتعاون بين جميع الدول. إن الجزائر التي تحتفل هذا العام بالذكرى 60 لاسترجاع استقلالها الوطني وسيادتها تؤكد استمرارية نضالها لإعلاء هذه المبادئ الهامة وتحقيق أهدافها السامية نحو بناء نظام دولي جديد يتضمن أمننا الجماعي انطلاقا من استقرار وازدهار كل منا. لا أحد منا في أمان حتى نكون جميعا في أمان، هي الجملة التي كررناها جميعا لتخليص تجاربنا الفردية والجماعية في مواجهة مختلف التحديات. التحديات الراهنة من أوبئة وتقلبات مناخية وندرة المياه وأزمة التغذية وتهديدات أمنية متجددة، وبالتالي تقع علينا اليوم مسؤولية تجسيد مضمونها فعلا لتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والرخاء في ظل التضامن والانسجام. وشكرا سيد الرئيس. من جهته أعرب رئيس الجمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ عن تهانيه للجزائر وهي تحتفي بستينية الاستقلال. شكرا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. يصادف هذا العام ذكرى 60 لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطنية، واتمنى لبدايتكم مواقرة مزيدا من الإنجازات في طريق التنمية والنهضة، وتقدم مساهمات جديدة لقضية التنمية العالمية. وفي نهاية جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية، أخذ السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية افتراضية مع المشاركين. بدعوة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، يحل اليوم بالجزائر أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني ضيف شرف في مراسم احتفال افتتاح أقول ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران ابتداء من اليوم وإلى غاية 6 من شهر جويليا القادم. توجيهات دقيقة وتعليمات حكيمة في مخرجات زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ولاية وهران. الزيارة التي دشن خلالها السيد الرئيس وعاين عددا من المشاريع التنموية والمنشآت الرياضية والمرافق الحيوية استهلها من بلدية عين الكرمة بدائرة بوتليليس، حيث تنقل السيد الرئيس مباشرة من مطار وهران الدولي أحمد بن بلة عبر المروحة الرئاسية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تفقد الأرضية المخصصة لبناء محطة لتحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بطاقة 300,000 متر مكعب في اليوم، حيث استمع السيد الرئيس لعرض مفصل عن المشروع قبل أن يضع حجر الأساس لانطلاق الأشغال به. السيد الرئيس أكد على ضرورة التوجه نحو استراتيجية تحلية مياه البحر للرفع من المياه الموجهة للشرب وتحقيق الأمن المائي لا سيما بالمدن الكبرى، مشددا على عدم قطع المياه عن المواطن لمدة طويلة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في عملية توزيع الماء بوهران. سدود ضخمة جدا، ولكن مع 4 سنوات 5 سنوات جفاف يعني أصبحت ما تفيدش المواطن في ماء الشرب. بل حاجة اللي ممكن يعني البحر ما ينتهيش، يعني
احنا كنا نفوت نهائيا في سياسة تحلية مياه البحر فيها أكثر ضمان بالنسبة لتزويد المواطن بالمياه العذبة بمياه صالحة للشرب بالأخص في المدن الكبرى. أعتقد بانتهاء المشروع بتاع 300 ألف متر مكعب لكل مشروع شرق غرب وسط نصل إن شاء الله إلى إنتاج ما يفوق 3 ملايين و 300 ألف متر مكعب سنويا في الجزائر، وما أعتقدش أن فيه يعني دولة اللي فيها هذا الإنتاج تاع مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر. ولكن أنا نطلب من مسؤولين على توزيع المياه في وهران ممنوع 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 منع بات باش حي ما يجيش الماء يومين في الصيف، اللي ممنوع أعطيهم ساعتين، أعطيهم 3 سوايع، أعطيهم 5 سوايع في النهار، ما يهمهمش، المهم يعرف باللي يومياً يجيه الماء. وفي معرض حديثه عن مجمع سوناطراك الذي يشرف عدد من فروعه على إنجاز هذه المحطة، أشاد السيد رئيس الجمهورية بسعي المجمع للمشاركة بفعالية في الاستراتيجية الجديدة لتقوية الإنتاج الوطني وتحقيق الاستقلالية في المورد البشري والتنموي. كل حال شهادة فقط بالنسبة للإطارات، كل إطارات سوناطراك من أبسطهم إلى أعلى قمة في الهرم تاع سوناطراك، أنا شاكر لهم المجهودات والروح الوطنية اللي هم يشتغلوا بها، ونسجل تاريخ يسجل عليهم أن في أمور حساسة جدا وفي ظروف حساسة جدا كذلك سوناطراك خلت الجزائر يعني مرفوعة الصوت والرأس، ومحاولاتكم كذلك لإنتاج مواد كنا نستوردها إلى يومنا هذا يعني دخلوا في السياسة الجديدة تاع تقوية الإنتاج الوطني والتخلي عن كل ما هو مستورد إلا للضرورة إلا للضرورة. ملاحظة تقنية ربما أشوف مع سيد وزير النقل، شوفها سيد وزير الطاقة مع سيد وزير النقل، أن الاتجاه العالمي حاليا ماشي نحو تقليص بصفة قصوى استعمال المازوت في العالم، إذن ما تنطلقوش على خلال حسابات يعني تصاعدية، بالعكس أنا نظن تكون تصاعدية حسابات تناقصية نظن. كل حال هذه أمور تقنية، أمور تقنية تتعلق بال هو حتى الطاقة المنتوجة من الطاقة الحفرية هذه يعني راهم يقلصوا فيها إلى، ولكن احنا ماشيين لها ربما بالأقل لمدة 10 سنوات ولا أكثر إن شاء الله. المهم بالنسبة للبنزين حاولوا تدرسوها بدقة باش ما تضيعوش أي استثمار فيها، بالعكس نستثمر احنا في استرجاع الغاز من الطرشير تاعنا. المهم تشكراتي خالصة لكل عمال سوناطراك اينما كانوا، في سكيكدا، في عنابة، في وهران، في ارزي، وفي بطيوة، في الجنوب، في الجنوب، في الورقلة، في اضرار، في بدون ما ننسى اي واحد فيهم ان شاء الله. شكر لهم، واحنا على ابواب احتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. سوناطراك من الأدوات القوية بعد قواتنا المسلحة وبعد المناضلين والوطنيين الأحرار، سوناطراك هي الدرع بالنسبة لها يعني ممارسة السيادة الوطنية تاعنا إن شاء الله. اليوم صبح استغلال مياه البحر أقرب لنا من أي شيء، لأن شوفوا سوناطراك اكتسبت تقنيات والتكنولوجيا وقادرين ننجز هذا
يعني بيدينا سدود ضخمة جدا، ولكن مع ربع سنوات خمس سنوات جفاف يعني أصبحت ما تفيدش المواطن في ما شرب. لأن حاجة اللي ممكن يعني البحر ما ينتهيش، يعني احنا كنا نفوتوا نهائيا في سياسة تحلية مياه البحر فيها أكثر ضمان بالنسبة لتزويد المواطن بالمياه العذبة بمياه صالحة للشرب، بالأخص في المدن الكبرى. أعتقد بانتهاء المشروع هذا الخمس مشاريع نتاع 300,000 متر مكعب لكل مشروع، شرق غرب وسط، نصل إن شاء الله إلى إنتاج ما يفوق 3,300,000 متر مكعب سنويا في الجزائر. وما أعتقدش أن فيه يعني دولة اللي فيها هذا الإنتاج تاع مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر. طلب كذلك من المواطن ريتما تنجز كل هذه المشاريع يكون صبور نوعا ما. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أشرف بعدها على تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار أحمد بن بلة الدولي التي تكفلت بإنجازها شركة كوسيدار، وتقدر طاقة استيعابها ب3.5 مليون مسافر سنويا، قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر. ليستمع بعدها السيد الرئيس لعرض شامل حول المحطة الجوية الجديدة قدمه مدير مطار أحمد بن بلة الدولي، قبل أن يطوف بمختلف المرافق التابعة لها. المحطة تعمل بالطاقة النظيفة وتحتوي على منطقة شحن تتربع على مساحة 4,000 متر مربع، وتعد هذه المنشأة الجديدة التي تستجيب إلى المقاييس الدولية المعمول بها تحفة معمارية بامتياز تجمع بين الطابع الإسلامي والنمط المعماري المعاصر. السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تغيير نمط التسيير والتوجه نحو منح الكفاءات الشابة مسؤولية إدارة المشاريع الكبرى، مبرزا أهمية الالتزام بصيانة المنشأة داعيا إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين. درت فورماسيون في مطار دبي. دبي نعم. ثقافة الأمن في المطارات. ربما شو تشوف مطارات بالحجم نتاعنا، اي فودري سورتو ان اسبري جون كيما انت. شكرا. لي زونسيان ميثود تو سا ستاري جيتي باسكو سا سار ابسوليمون ريان. بارك الله. و سي فو بوفي سو تريتي لو سيرفيس بيبليك. وي. لكن شركة قوية تاع النظافة يدير النظافة، انت ما تكسر راسك لا اللي ما خدمش نحيلو من الكونترا تاعو وخلاص. مبروك. وبمدخل مدينة وهران أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تدشين فندق أزاد وهران الكبير. الفندق استثمار خاص من فئة 5 نجوم، مشيد على مساحة 18,000 متر مربع، وبقدرة استيعاب تفوق 340 سريرا ب180 غرفة، وبمرافق رياضية وترفيهية وخدمات فندقية من شأنه دعم القدرات الفندقية السياحية والترويج للوجهات السياحية الوطنية.
رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون شدد على ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية جميعها التي تعيق الاستثمار، مشددا على عدم التسامح مع كل مخالف لهذا القرار أو معيق لسير الاستثمار. كل صغيرة ممكن يكون عندها تأثير كبير، وكوكسسوا مع الإدارة بصفة عامة تاع الدولة، اللي جاك يزنزن عليك خبر الولي، الولي يعرف واش يدير. شعبها سيفت باسكو باش تلقى واحد مستثمر جزائري يعني يستثمر في خمس نجوم داخل البلاد، مش بالضروره في العاصمه، داخل البلاد وبالمال تاعو وما تسلفش سنتيم واحد من 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 الدوله، لازم تحافظ عليه، لازم تحافظ عليه. الناس كانوا يدوا الدراهم من الدوله ويهربوا بهم يستثمروهم في الخارج. الشيء اللي درتو احنا ماذا بنا يبقى المثال للناس الاخرين، لان الناس رباتهم الجزائر وكبرتهم الجزائر واستهلكوا المال تاع الجزائر باش يمشوا يبنوا به في اماكن اخرى. وصلني انا بور موا الناس لي ميريتون كيما نتوما الفوك فو سوي ليكزامبل، الفوك لي جون ساش بلي نجم يدير المال بيتر ملياردير وربي يزيدو ان شاء الله اون ايتون اونات افيك لي جون وبلادو بلادو سي تو. انا نفرح كي نشوف المشاريع هذه في بلادي. حنا شوف انا نعرف لما نتكلم نعرف بلادي ونعرف الجزائر ولاد بلادي ونعرف باللي الطينه الطيبه كيما انت موجوده، وسي بور سا اللي دائما نتكلم عليهم، ودائما فيه ضغط تاع لا بيروقراسي اللي ما تخلي حتى واحد ينطق. الور ما نتسامح مع اي واحد اللي كان اللي حاول يجي بدا يزنزن عليكم ولا هذه ولا هذه، راه عنده خلفيات وهذه الامور لازم تنتهي نهائيا في البلاد نتاعنا ان شاء الله. الانسان الخدام قال لك خادم قوم سيدهم. الحمد لله. ومع الافتتاح الرسمي للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، أشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ببلدية بئر الجير على تدشين وإعادة تسمية المركب الرياضي الأولمبي الجديد باسم اللاعب الدولي السابق هدفي ميلود. السيد الرئيس استمع لعرض مفصل بالفيديو وشروحات حول تجسيد هذا الصرح الرياضي ونمط تسييره ضمن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. المركب الأولمبي الجديد الذي سيحتضن أغلب منافسات الألعاب المتوسطية 2022 التي تنطلق اليوم بوهران يتربع على مساحة 105 هكتارات بالقرب من القطب العمراني الجديد بالقايد ببلدية بئر الجير شرق المدينة. الصرح الرياضي هذا يضم مرافق أهمها ملعب كرة القدم الذي يتسع لأزيد من 40,000 متفرج، والمجهز بمضمار معتمد لألعاب القوى ذي جودة عالية، وأرضية مغطاة بالعشب الطبيعي المقوى بالألياف الاصطناعية للرفع من قدرة المقاومة ضد التلف، والعديد من المرافق الأخرى التي تجعل من هذا المكسب صرحا رياضيا عالميا بامتياز. وتم تجهيز المركب الأولمبي بنظام مراقبة بكاميرات وبوابات إلكترونية، فيما تستغرق مدة إخلائه من الجمهور 7 دقائق، ويسمح الطريق الوطني رقم 11 بربط هذا الصرح مباشرة بمحطة القطار لمدينة وهران وكذا المطار الدولي. رئيس الجمهورية أعرب عن أمله في أن يسهم المركب الرياضي الأولمبي الجديد في بروز أبطال رياضيين، مهنئا الرياضيين على هذا المكسب العالمي. حاولوا بقدر الاستطاعة باش تعرفوا أكثر بالمركب هذا. وهران عندها جاذبية أولا، والجاذبية تقوى بالنسبة للأوروبيين في الشتاء، لأن جو مريح وجو كذا، ربما يجو التربصات نتاعهم يديروهم هنا ربما. وحتى بالنسبة للفرق الوطنية، نشوف يعني بعض الفرق الوطنية تمشي
الدول المجاورة باش التربص تاعها. أعتقد هنا عندهم كل إمكانيات للتربص تاعهم إن شاء الله، ما هيش ضايعة. على كل حال يصعب التعبير لما إنسان يشوف واش رانا قادرين نديرو في ظرف وجيز الحمد لله. وهذه في حد ذاتها تحسب لكم وتحسب للإطارات الجزائريين. ده هو، ونشكر اللي قاموا على الإنجاز سي العريبي سي طارق والمجموعة كلها تاع وزارة السكن بيان سور، والسيد الوالي هو تنوير شاف شانتي أوسي. وشكر وصول يعني العمال البسطاء اللي قبلوا باش يخدموا طروفويت، والنتيجة راها هنا ويفتخروا بها مثل ما يقولوا بالفرنساوي زافي بلاسي لا بار تريو. وبالمركب الأولمبي ميلود هدفي دائما عين السيد رئيس الجمهورية القاعة متعددة الرياضات التي تتسع لستة ألاف مقعد قابلة للتوسعة، بإمكانها احتضان 12 تخصصا، كما وقف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عند المسبح الأولمبي والمركز المائي الذي يضم ثلاثة أحواض، اثنان منهما أولمبيان والثالث شبه أولمبي. السيد الرئيس أكد أن هذه المنشأة جوهرة لا بد من المحافظة عليها. دونك تو لي ريكور كي سون باتو سور هاد المطمار اي سون ريكوني مونديال. دونك انا لا كلاس ا صافي ميم با ميم لو تيران الفيفا اون اتيني لا سيرتيفيكاسيون فيفا. سي جوهرة يعني سي فريمون سي ان بيجو لازم نحافظوا عليه وخلاص. رئيس الجمهورية أكد على أهمية هذا المكسب الرياضي داعيا إلى الالتزام بصيانته. أنا شو اللي نتمناه بالنسبة لمركب مثل هذا، ولو بالكلمة الحلوة ولو بالرقابة ولو، لازم المجتمع المدني لو موند سبورتيف ينخرط كسند للبيك هذا. اون فا فير سو ترافاي إن شاء الله سي رئيس. باسكو دير ان ايبيك واحد وحده يقرر قال لا قلت لا، وهذه يخص يكون معاه كاع الشيء اللي شفناه روعه ومعجزه في نفس الوقت، يعني نظرا للتاخر اللي كنا فيه واستدراك التاخر الى اخره. اليوم ان شاء الله الالعاب يفوتوا بنجاح ان شاء الله يعني. الفريق الوطني تاعنا، ولكن من بعد الصيانه. وأمام القرية الأولمبية المتوسطية ببئر الجير استقبل السيد رئيس الجمهورية بالأهازيج والهتافات.
وببلدية سيدي الشحمي أشرف السيد الرئيس على تدشين مستشفى الحروق الكبرى بسعة 125 سريرا. المستشفى الذي جهز بأحدث تقنيات مصنف في الدرجة الثالثة من حيث التكفل الصحي من خلال أربع مصالح، هي مصلحة الحروق الكبرى، مصلحة الجراحة والتجميل، مصلحة الاستعجالات، بالإضافة إلى أربع غرف للعمليات. السيد رئيس الجمهورية طاف بمرافق هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية واطلع على مختلف المصالح التي يتوفر عليها هذا الصرح الصحي، حيث أكد على أهمية توفير مستشفيات كبيرة تختص في علاج الحروق، مشيرا إلى أن حرائق الصائفة الماضية بينت لنا العجز في هذا المجال، خاصة ما تعلق بالجراحة التجميلية. وخلال العرض الذي قدم له حول هذا المستشفى الجديد، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مصالح استعجالية جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تتكفل بعلاج الحروق. كما أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تنظيم مصالح الاستعجالات بالمستشفيات وأن تكون مزودة بكافة الاختصاصيين، ملحا على إنجاز مستشفيات متخصصة في كبريات المدن. حنا عندنا ملي يجيبوا واحد في الأورجونس لا فامي بانيك، البراتيسيان ني با أليز، ني مام با أليز بور دير لا فيريتي أو جون بلي ما فيه والو. هما بور سا اللي قلت لك حنا نديرو دون توت لي كروند فيل، ندير سيسال دون توت لي كروند كابيتال ريجيونال، نديرو سيرفيس تاع لي زورجونس وحدو أج 24 تحت في البرج واحد 150 مليح صافي على النابا 120 لي دون اون سومان. Il était prêt et on devait l'inaugurer le 20. Donc tu as vu dans ta bouche que la température va baisser. L'essentiel, c'est que le mouatnin, il y a un grand hôpital qui est là, tout le monde est là, les urgences. Oui. Les urgences, le soir, le matin de bonne heure, l'académie, tout le monde est là. Normalement, dans un mois, Inch'Allah, ou plus tard, donc il sera opérationnel. Il faut avoir des hôpitaux spécialisés. Oui. Les urgences, c'est comme si c'était un service. De médecine générale. Oui. Mais ces jours, ils sont orientés vers les hôpitaux spécialisés. Ça, c'est le stade supérieur, Inch'Allah. Inch'Allah, nous sommes là. Il y a des wilayas qui sont assez bien dotées, d'autres wilayas où il n'y a rien. الباهية وهران إذن على أتم الاستعداد لانطلاق الحدث الرياضي الذي سيكون الأبرز في حوض المتوسط. والعرس المتوسطي بالقرية المتوسطية وكل المرافق والمنشآت التابعة لها، طارق بوفليح يضعنا في صورة آخر التحضيرات تحسبا لحفل الافتتاح المرتقب سهرة اليوم بالملعب الأولمبي الذي سيكون بهيجا ومميزا. الجزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات، أنت اليوم محج وفود جاءوا إليك من حوض المتوسط ليحطوا الرحال بحضنك. الحدث جلل كيف لا، وألعاب المتوسط أول دورة إقليمية تأتي لتنسي العالم سنتي الجائحة، لتكون وهران عاصمة المتوسط لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات. 26 دولة من 3 قارات، 5 من إفريقيا و3 من آسيا و18 من أوروبا حضروا بما يربع عن 4000 رياضي، لتحطم دورة وهران الرقم القياسي في عدد المشاركين في كل الطبعات 18 التي مضت. ولأن الجزائر قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ارتياح ورضا شعور كل من جاءها زائرة، قرية متوسطية تضاهي الأولمبية نالت الإعجاب، وملعب أولمبي عالمي يستعد لإبهار المتنافسين فيه، كما سيحتضن مفاجآت خلال حفل الافتتاح إذانا بانطلاق الموعد المنتظر، موعد للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الرياضية الخالدات. التنافس سيكون في 24 رياضة سيحتضنها 14 مركزا رياضيا عالميا ومراكز أخرى للتدريب والتحضير. هي ساعات بل دقائق فقط لانطلاق موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط وإعلان نجاح قيل عنه بعيد، فالجزائر أسطورة سترددها ألسنة ضيوفها وتهيج بأعماقهم الذكريات ب
بطبعة تفتح الشهية لبطولات أكبر وأعرق. هذا وأعربت الوفود الرياضية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عن إعجابها بالقرية المتوسطية وجودة المرافق والمنشآت الرياضية المنجزة خصيصا لهذا الحدث. عمر جمعي. مع بداية العد التنازلي لانطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، تتسارع الحركة داخل القرية المتوسطية خاصة بالنسبة للرياضيين الباحثين عن دخول المنافسة بقوة. أول مرة أزور الجزائر وكان الترحاب في مستوى ما سمعناه عن الشعب الجزائري. الأكل كان جيدا وحتى الإقامة، الظروف هنا أكثر من رائعة. الإمكانية اللوجستيكية حاضرة بالقرية المتوسطية من وسائل نقل وقاعات للتدريب وملاعب، أمور استحسنها الجميع. وجدنا كل الإمكانيات هنا داخل القرية من أجل التحضير الجيد والحفاظ على اللياقة البدنية. نواصل التحضيرات في ظروف جيدة وسنحاول تسيير مباراة بمباراة. وسائل الإعلام الأجنبية هي الأخرى نوهت بظروف الإقامة والتنظيم والذي كان في مستوى الحدث. I'm the press attaché of the Kosovo Olympic team. We are feeling. ظروف الاستقبال كانت ممتازة لكل الوفود. نحس أننا في بلدنا. نشكر كل الشعب الجزائري على كرمه وحفاوة الاستقبال. Same as all other countries, so we just want to thankful for all Algeria. Hello everyone. My name is Luna Methasani. I'm the chief of the mission for the Albanian delegation. We have been here since 3 days. نحن متواجدون هنا منذ 3 أيام. انبهرنا بالتنظيم الجيد في المنشأة الجديدة بالقرية المتوسطية. ولقينا ترحابا حارا من طرف سكان وهران. In Algeria and we would like to say shukran for welcoming us here. لتؤكد وهران أنها على تم استعداد لهذا الحدث المتوسطي بحفل افتتاحي سيكون عالميا. أفواج الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية بوهران أعربت عن ارتياحها لمستوى الترحيب والتحضيرات منذ وصولها إلى مطار وهران الدولي. رانا نفرحوا برشا كنا في بلادنا، ما عندنا حتى فرق بيننا احنا وبين الجزائر. ان شاء الله تكون لي جو ميديتيرانيان يكونوا معناها اون ريوسيت. وهران اكيد من افضل المدن عربيا يعني كسمعه اكيد حتكون بطوله قويه. احنا سعداء جدا بالقدوم لوهران. وهران الباهيه، وهران لا غاديوز، وهران اللي ترفع التحدي بعد البانديمي متاع الكوفيد باش تستقبل أول دورة يعني كبرى دولية رياضية بعد طبعا طوكيو. تعرفوا اللي طوكيو ما كانتش في ظروف سهلة. اليوم بعد إن شاء الله ما زالت الجائحة متاع الكورونا، وهران حطت جميع الإمكانيات. ونشكر السلطات العليا للبلاد ونشكر ولاية وهران لإتاحة الفرصة للشباب المتوسطي والرياضيين المتوسطين باش يتلموا في سقف واحد. شكرا لكم. نحن سعداء بوجودنا في وهران. نحن 54 رياضيا وتخصصي هو الملاكمة. سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بميداليات ذهبية. أنا جد سعيد بتواجدي هنا. أنا مدرب منتخب البرتغال والسعادة تغمرنا جميعا بقدومنا إلى هنا. الأجواء ممتازة جدا على مستوى التنظيم. يعني الآن احنا نتواجد الآن بمطار يعني مدينة وهران. يعني كانت هناك تسهيلات كبيرة جدا من رجال الأمن والسلطات المحلية هنا وهران. احنا جد سعداء بوجود ديالنا في مدينة وهران.
البلد العزيز علينا، ونحن جد سعداء للمشاركة في هذه التظاهرة الجميلة. يعني أنا بحيي دولة الجزائر الشقيق وحي. هي أول زيارة لي إلى الجزائر بوهران، ولدي صدى جيد على ظروف الإقامة هنا. هذه أول مرة أزور الجزائر، وأتمنى أن نقضي أوقات ممتعة، وأشكركم على حفاوة الاستقبال. أشعر بارتياح كبير هنا، الجو لطيف، وأنا أطمح للأحسن وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام. ومع انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تفاعل يشهده الشارع الوهراني مع الحدث الرياضي المتوسطي، وسط تفاؤل بنجاحه على جميع الأصعدة، وفرحة الجماهير تسبق المنافسة الرياضية إيمانا منها بقدرة الرياضيين الجزائريين على تشريف الراية الوطنية. فخر لينا وفخر للشعب الجزائري، ونتمناو زعما يكون افتتاح اجمل واضخم زعما حدث لبلادنا، وان شاء الله ان شاء الله تفوت هذه الالعاب في احسن ما يرام. انا نسكن في بوسماعين ولايتي بازا، سمعنا بهذا الاحتضان، جينا لحقنا العشيه هذه، دينا ديجا نشوفوا هنا في الفروند مير نتاعهم والبولفار وبلاص دارم، بدينا نشوفوا الحركه والاخر. على كل حال نستناو نهار غدوه باش نشوفوا ما خير وما اجمل. وجيت الوهران اول مره ثاني وعجبني الحال. ان شاء الله احنا نكونوا في حسن الضيافه هنا، الناس اللي جونا ما من اللي جاونا من خارج مرحبا بهم، سمعت. وان شاء الله احنا نطلبوا ربي سبحانه بوكو دو ميداي للجزائريين. ان شاء الله تكون بوابه تاع النجاح، جزائر جديده، وان شاء الله ضيافنا مرحبا بهم عندنا في وهران، ووهران الباهيه، وان شاء الله تكون باهيه علينا وعلى الضياف تاعنا ان شاء الله. ونشوفوا بلادنا في الاول المراتب الاولى، ومرحبا بهم في الوهران الباهيه وراها منوره، وان شاء الله تحيه للبريزيدون تاعنا، وان شاء الله نكونوا في القمه. وانترو تري في البرازيل. حفل الافتتاح الرسمي للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتظر اليوم ستطبعه نوطة سيمفونية من توقيع المايسترو سليم دادا. المزيد مع نوال إسماعيل فراغي. بحس موسيقي عالي، سمفونية ما وراء البحر هي جديد الموسيقار الجزائري سليم دادا، والتي ألفها بمناسبة حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كان عمل آخر في الجديد وكتبته خصيصا للحدث، يسموه بيهايند سي، ما وراء البحر، هو قصيدة لابن حمديس السقلي شاعر من القرن الثاني عشر، راح يغنوه ثنائي يعني خلوها مفاجأة، يعني رجل وامرأة راح يغنوا هذا الشعر، هو شعر يتغنى بالبحر الأبيض المتوسط. أعمال فنية مبتكرة من بينها إعادة تقديم النشيد الوطني قسما بتوزيع سمفوني لأول مرة. فيه عمل آخر يعجب الجزائريين كثير، هو نشيد قسما، واللي تعرفين سبق لي وين درت له توزيعات بالكورال وتوزيعات بالأوركسترا الوتريات، هذا توزيع سمفوني يعني ثالث توزيع وهرمنة اللي نقدمه، وسجلته مؤخرا في بلغاريا مع الأوركسترا الوطني البلغاري. فمن أجل ضبط آخر الرتوشات للحفل الضخم، حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط هنا بوهران، يسهر القائمون على هذا الحفل من موسيقيين وعازفين على وضع آخر اللمسات. راح نقدم أعمال أوركسترالية سيمفونية طبعا من تأليفه وتوزيعه، أعمال بالنسبة لي جميلة جدا وفيها محتوى رائع، أتمنى تنال إعجاب الجمهور اللي راح يحضر واللي راح يشوفها في التلفزيون. إن شاء الله يكون الجمهور في الموعد، لأنه نحضروا لهم حاجة بزاف كبيرة، وسسخا ان ايفينمون فريمون كي سرا ماركي دون ليستوار دو لالجير إن شاء الله. الأوركسترا السيمفونية في حفل افتتاح تظاهرة رياضية ستشكل الأكيد الاستثناء.
بالمغرب تتوالى ردود الفعل المنددة باستقبال وزيرة الكيان الإسرائيلي المحتل من قبل نظام المخزن في سياق حملة تطبيعية مغربية غير مسبوقة، في وقت يمتد فيه لهيب الاحتجاجات الشعبية المنددة والإضرابات الوطنية ليصل إلى الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الذي جعل من 30 جوان المقبل موعدا لإضراب وطني. تقرير بدر الدين عباس. غير آبه بمآلات خيانته لشعبه والأمة، يسارع نظام المخزن خطاه نحو تمكين صفقة تطبيعه المشؤومة مع الكيان الصهيوني المجرم في شتى المجالات، ليستقبل في أقل من عام واحد 4 مسؤولين صهاينة على أرضه، آخرهم وزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي توصف بأنها أخطر من المجرم نتنياهو تطرفا. كيف لا وهي صاحبة قانون حظر لم شمل العائلة الفلسطينية في الأراضي المحتلة شهر مارس الماضي فقط. زيارة لم تزد الشارع المغربي إلا غضبا ويقينا بأن ولاة أمره مصرون على العمالة للعدو، ظنهم أن الاحتلال الإسرائيلي سيكون حامي العرش الملكي من طوفان احتجاجات الوعي الشعبي المناهض لطيش المخزن السياسي. الجانب الإسرائيلي يحاول تخفيف الضغط على النظام المغربي ليجنبه قيام ثورة أو اندلاع ثورة شعبية عارمة التي قد تعصف بالنظام بأكمله. ولأن التاريخ يحفظ للشعوب ميلهم للحق دون غيره، فقد اعتبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن هذه الزيارة مرفوضة جملة وتفصيلا، وصفة كل تنسيق مع الكيان الصهيوني ورموزه خيانة للقضية الفلسطينية، داعية الشعب المغربي وقواه الحية لمزيد من اليقظة والوعي تجاه موجة التطبيع الخطيرة للنظام العميل. فيما أدانت المبادرة المغربية للدعم والنصرة إصرار المسؤولين في المغرب على التمادي في مسلسل التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني، بل والإمعان في تمرير كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين، في حين تواصل النخب المغربية الدعوة إلى زيادة الوعي بخطورة مخططات القصر الملكي. إذن وكالعادة ستقابل الاحتجاجات بالعنف وتدخل الأمن والاعتقالات لتخويف البقية، ومع الأسف هذا هو السيناريو المعهود ما دام الشعب لا يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى النظام الملكي المغربي وليس إلى الحكومة المغربية وليس إلى المسؤولين المغاربة، لا بل إلى القصر الملكي أو ما يعرف بالمخزن المغربي. التطبيع في المغرب وصل إذن مراحل متقدمة بعد أن مهد المخزن الطريق له عبر التغلغل الاقتصادي والأمني والمالي والتجاري في انخراط واضح في المؤامرة الصهيونية التي تستهدف استقرار الأمة العربية وضرب مقدساتها. وما يحدث في فلسطين من قمع تقتيل واستيطان، وفي الصحراء الغربية من قمع ونهب لمقدراتها، لخير دليل على جلل المصاب فما أقبحها من خيانة. ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.